ما الذي دار بين الرئيس هادي والمحافظ أحمد لملس عقب أداء اليمين الدستورية؟ كشفت وكالة الإنباء الحكومية تفاصيل أداء يمين دستورية تم يوم الثلاثاء وفيه أدى محافظ عدن الجديد اليمين الدستورية. وبحسب الوكالة فقد شدد فخامة الرئيس عقب أداء اليمينين الدستورية على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستثباب الأمن وتطبيع الأوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة ابناء عدن والوطن بشكل عام. وأدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم أحمد حامد لملس بمناسبة تعيينه محافظا لعدن. كما شدد فخامة الرئيس على أهمية الاهتمام بأبناء عدن وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام. من جانبه عبر محافظ عدن عن سروره بهذه الثقة التي منحت له مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من إبناء المحافظة، لافتا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي.